استوانات زكي فون مويزو حراش حكيم من الحقاش اطلع الغرب على براج اطلع الغرب قاري جغرافيا ديال الرمل ازرق يا فهيم من الشرق دام حكيم قاري علامة النجيم كايحقو وش جاي على الفرشة معلم في حرب النشا بلي بالطاشة وشالبة القلشة بين البنات جاي لعنهم طول الحياة جال مدن وقريات خاصة الغجالة عنها يدور فتش المداين والتصور حتى وصل لا جمور صاب بنت ظريفة جينا بهيا ولطيفة بالعود كتخبل وتصيح معاه بالحجاج وشغول الشام صايلة بهم عن جميع الريان عيوط الغرب مع كلام وبنت حداشر عام عندها في عمرها عذرة مخنطرة في صغرها عندي موالفة بالعشرة ولا تصيب عندي صفورة في كل يوم ما تخطاني حتى جا الحراج مطور في البلاد باعوها حشادي كيحشدوني فيه للعياد رمى عنها الرشاد في القصور شكين بين الواد او البحر وتملك بيها ملكتو الغجال العادرية احكم عنو ميرجينها وضفور الحراج عمل الرشاد علم داج امنه يشغالي حكي بجرابين العشيق وعويشة والحراج هذا حراج من الحجاج أو غابت عني تاج البشار في شبع ايام فقت الخبر في شبع ايام جال عندي بشار كيبشرني بخبر الغجال عند الحكيم يا من تشال منطلع المغرب بالشحار املكتو بالجين والصغر الحواجب والعين والزفر الخد العكري بالعكر والشماء والخال والتغر والمعنى فنقت الشعر وانا نطور قتلوا جميع اصحابي طيار نفرقوا عن تاج البشار نعجب به لا عتات به الوجبة بالمحاربة درت خصاي المغاربة جولت الجلابة لبشت قادي الكتاب دايرو في البدا الحياة كاشلوك الفضة صابح في ديا وقصت باب القصور نقول رشاد بداو كايقولوا اجي واجب يا حكيم خرج هاد الحراج قال لي اشعنا بيك يا مغربي او نضقت قتلو
انا قادي البلاد جيت نتبرك منك يا حكيم مطعمك في حق الكريم تمشي عندي للدار للضيافة وندق دوا وقال انا محتاج لي امان امن شباك للطعام وما كولك كله حرام انتي قادي خداع امال بابك هجمت عليا واش القادي مثلك في الليل تمجايني هماج ادخل قصر وقلباج امنه يشغالي اوالفت البهجة وناشها اما نقطع لياش غرا غرا الدم انفاش حراج مطور في الشكال حراج مطور في الشكال ورجعت لعندو بالحيال رجعت لعندو بالحيال صاحب شيدي رحال جبت عصرة بخطاطي صايلين مقارجي ليهم طيبين المشاعل مشعولين والبنادر عصرة متسخنين احنا مجموعين جادبين اغير وصلنا باب القصر عند قول رصاد كيقولوا تواجب يا حكيم خرج هاد الحراج كن جن مطور عينيه كيدورو في راسو جت ليه اسلمت عليه غفل ما رد عليا شي سلام قلت في قلبي ولد الحرام كذبت عليه وقلت ليه قول مرحبا بهل الكمال تعرف شي دير حال جدنا وانت يا جيتي لغربنا الجمنا نوري وكسرنا دخلنا للدار والقصر كرمنا بالعود والزهر جيبنا لك الرزق والشتر والضال ومساقر قتلوا جاوبني عن هذا المقال عاد تبرم فيا وقال هذا ابوكم رحال واش نبي ولا مرصال اجاب ليكم من الذهب هاد الحمال وانتوما يا عصر اطوال ابطاطيكم كيف الكبال وركابكم كيف الفيال والحاطشكم ختال عجبكم انتوما لحمية ودار في الرصاد قال كرموهم بالعكاج وفلت انا بين الغراج امنه يشغالي وكيف جرى بين العشيق وعويشة والحراج حراج حكيم من الحجاج حراج رهيب قديم فات احكيت خصايلو لشي بنات قالوا لي يا شيخات العاشق نمشي ومعاك بالربعة وتناش من البنات غير الخوضات الفيجات ثلاثة مولوعات صايلات بنقط الكمنجات ثلاثة حفاضات حافظين قصايدهم والبيات ثلاثة عوادات حقين النقطات للتبات وثلاثة سطاحات كيشلبوا من كان عشيق شاب يردوا الشايب للشباب عيون شاشيبو قلت لهم هذا هو دخول هاد الحيلة هي نجول قامت فيا الباتول لبشتني كشوى من الذهب والحرير وانا يا باقي صغير
لا لحيا لا شارب كنا عبراك يهدت الشياب وفلان الهوى والغرام العيون جعاب روام والخدود ورضا الفمك اخويتم بالشفايف لاوين هما اللي بحبي كاوين والتلحيفة جمعات المطاوي لحفت بحايك دلمحرب القالو البنات الشيخة جيدي قدامنا شموينا كمي يامنا دحكوا البنات وجات لالا مالكة هي وخيتها محجوبة الريم حدا والشعرية الغزال زهرة وعبو شورة ضياء ومن انا والجهية افطم وخديجة ولالا حبيبة هادو اطناش درجو بالشرابل والقماج العود مقوم كل عبراك تجرح بنجال القصة يا علال بعد جتنا يا قدامهم أغير وصلنا باب الخسر أنطقو الرصاد كيقولوا اتي واجب يا حكيم خرج هاد الحراج قال لاش قدمتو لي يا بنات أنا ضيا دويت معاه طلبت له ضيف الله قتلو جينا لك من فاش يا حقاجي وانت عجناش جو النقط مع الكاش فرح بينا دوا وقال فين الشيخة دغيا قتلو انا هي يا حكيم قال انت يا حصلة جاية عندي بمحلة اروحي تشوفي شي قشلة اتبيتك يا بنت الراكبية انت يا وطناش خشكم طباخ وخباج روحوا الحارة دقراج امنه اشغالية كيف جرى بين العشيق وعويشة والحراج هذا حراج من الحجاج أبقيت نخمم يا فهيم باش نولي عند الحكيم قلت راشي العبيد كينفعو في الحجة غير جيد جرب فالك لاه وش عيد عرفت اطناش من العبيد وكريت اطناش من الخدم قلت لهما العبيد دردبة في القصبة عند الحكيم قالوا نمشي ومعاك غير قوم راسك مشيت الفهم درت المشوش والبشيشة والجميطة الكويفة في الجباب عند الحليب صمعت الميدة بالوداع درت كشاوي الملوك في الحكوكة والطبيقات البخور نوج قناوة في الظهور بالقرقابات وقانقات طلقوا شي مايات العبيد يجذبوا طبول كاترة عادوا شلنا القصور نقول رشاد بداو كايقولوا اتواجب يا حكيم خرج هاد الحراج قال لاش قدمتوا لي يا عبيد انا شنباب الخير قتلوا اصاليح بلادنا وقالوا ليك شيادنا دارك محشوبة دارنا دخل هاد الميدان لالا ودخلنا يا حكيم فرح بينا العبيد ما عليهم وجبة خدام الناصر رحبة
ضق دوا وقال أدوري تحام لا يشفيكم صالح العبد لا يجوع يولي يسرق ولا شبع يولي يبزق منكم يا جميع القادية قالوا شبتوا الحكام كلكم تحرقوا بالقاج ذهبوا يا شبيهة المعاج أمنه إشغالية أكيف جرابين العشيق وعويشة والحراج هذا حراج من الحجاج رجعت لعندو يا الشيخ غير وحدي لكن شيخ معايا هجوجي متحفو بهجاوي بالغام فرقة الطاقية على الراس والحيالة والتعقريطة او الخنزر والشهد مع الصغور ابديت بشرابة مع قصيدة ندقول الرصاد كي يقولوا اتواجب يا حكيم خرج حراج الريم قامت غجالي تبعاتو منين طلقت شوطي وقفوا بجوج دورت انا يا وجهي بجيه كان شمع فيها تقول ليه هذا شيخ اديب يا حقاجي لازم يدخل ما تزيد عليا حتى كلام يفرجنا هذا النهار قال لها يا سود الزفار ما انا من فيه يشوف في خيالك ويدخل القصور قاتلو تشمع يا حمار حنا في الغرب العود والنشا خاوة في القلشة خرج بيدو وقبد بيدو وطلق ليه البشرة ولا تخسر ليه الهضرة أرمت عليا الغمجة ونقفه خرج هو وبقى كيمسق حتى فضيت القصيدة من شبعات القصام وبداني هو بالسلام قال مرحبا بك الشيخ هذا يوم شعيد قال لي بوجود الحكمة قوم ندخل القصور دخلت انا والحراس القصر كان صيبو مصنوع من شرار الحكمة في الحين قال لي يا كبو دندن يا مغربي ورفت القنبري في يدي وشرت نقرح في الغالو جيبا حتى بغات ورشق ليها رفدت عودها في يديها قامت بالطافة ضربت يدها لجيبو عجبدت ليه القطيم قاتلو تشمع يا حكيم هذا هو محبوب خاطري انت عذبتيه احكمتك حصلت في يدي دابا ولي قرد جيد فرجنا بالتنقاج ضربات وبقدي بداج امنه يشغالي اواكب جرابين العشيق وعويشة والحراج حراج حكيم بالحجاج فرحت القلب الجاذبين وقالت لي يا طالبين او هذا هو العدو اللي فرقنا هذه 60 يوم انا حصلت لك وصافي شغلي ولا لا قلت برابو يا لالا قالت لي يا سيدي هالطاسة والختم والقطيب ورك نجاوب جوج في القصر الحراج يشوف بالنظرة منه يشغالي اكي بجورة بين العشيق وعويشة والحراج حراج حكيم الحجاج منه يشغالي